بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نختار في البداية نرحب بكم كاملين ضيوفنا الكرام من المواطنين المستفيدين من برامج تآزر، ونرحب بالقيمين على تنفيذ هذه البرامج، وسمعت هون الإخوة والأخوات اللي تكلموا يعبروا عن امتنانهم لأن فطرنا في بلد وأنهم فطروا مع الرئيس ومع الوزراء مع المندوب العام التآزر. غير نختار نقول لهم على أن الشرف للرئيس وللوزراء والمندوب العام التآزر والقيمين على برامج تآزر، هم احنا هم اللي حصلنا الشرف بنفطر معاكم كلهم. كذلك نختار نهنئكم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وراجين كاملين من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ويوفق الشعب الموريتاني وسائر المسلمين في صيامه وفي قيامه إيمانا واحتسابا. أنا سعيد بهذا اللقاء في ذا الشهر المبارك على إفطار مع ذا الجمهور اللي له، ونختار نغتنم هاي الفرصة إياك نأكد لكم من قريب ومن خلالكم نأكد لكافة المواطنين المستفيدين من برامج تآزر في القرى وفي الأرياف وفي المدن، نأكد لهم على أني بحكم قناعتي الراسخة، قناعتي السياسية الراسخة، منحاز أصلاً للفئات الهشة والفئات الضعيفة. ودور يعود قلت هون القناعة السياسية الراسخة، غير نختار نقول لكم على أنها قد يعود معاها قاع شيء من القناعة الفطرية بهذا، وراجي من عند الله تبارك وتعالى على أنه يزيدني ملي قرب وعزة للفئة الضعيفة دائما من شعبنا. هذه انتم هذو المواطنين اهل الدخل المحدود، يا الله كاملين وماسينها ان شاء الله، نقدروا لكم حق التقدير، نقدروكم حق التقدير على صبركم وعلى وطنيتكم وعلى نبيل الكد والكد النبيل اللي قائمين به في سبيل العيش الكريم. مختار كيف من ذاك نأكد لكم انشغالنا الدائم بالأوضاع وبالظروف اللي انتم عايشين فيه، وحريصين على استخدام
ذاك كامل اللي قد يعود متاح واللي قد يوفر من أجل إدماجكم اقتصادياً واجتماعياً وتحسين ظروفكم المعيشية وتعزيز نفاذكم للخدمات الأساسية. هذا الهدف بالنسبة لنا هو اللي يجب أن يكون المصب الأول لكل سياساتنا العمومية وبرامجنا الإنمائية. يا غير جني ثمار هذه السياسات العمومية والإصلاحات البنيوية الهادفة لتحقيق تنمية تشمل كل المواطنين الوصول لنتائجه والثمار ويتطلب وقت. في نفس الوقت اللي الضغوط الحياة اليومية ما تقد تنصبر بقدر اللي تعود ما تدق عود تحني ذاك الوقت يلحق ويلتحق ذيك المستويات من التنمية اللي مشهودة. وذاك هو اللي عدال وسانا ظهر لنا على الإلزام علينا بحكم وعينا العميق بوضاعكم وتنفيذا للتعهدات اللي قبلنا لكم نبدا بناء شبكه امان اجتماعيه متنوعه عملها يعود على تخفيف معاناتكم وتحسين قدرتكم على الصمود في وجه اوضاعكم الضاغطه من ظرك إلين تنجبر الثمار اللي اشترنا لها اللي هي ثمار السياسات العمومية والإصلاحات الهيكلية اللي المنشود منها تغيير حياة الجميع للأفضل. وفي الإطار بادرنا بإنشاء المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء تآزر تآزر اللي أطلقت العديد من البرامج المتنوعة لدعمكم كيف انقال قبيلة وذكروه بعض المتدخلين اللي منهم الشيلة والتكافل والتضامن وداري ووفرت تآزر من خلال هذه البرامج أشكال متنوعة من الدعم من خلال حوانيت التموين والتحويلات النقدية والتمكين من الملكية العقارية ومن النفاذ للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتمويل الأنشطة المدرة للدخل والتأمين الصحي وغير ذلك منه. وبالفعل استفاد من أشكال هذا الدعم المتنوع أكثر من 1,500,000 نسمة. هذا الجهد كبير ويشكر للمندوبية يا غير انتم هم اللي تستحقوا أكثر مني. ونظرا لاستحقاقكم له وإلحاح الوصول فيه اللي نصبوا له كاملين وتنتظروا انتوما احنا ان شاء الله سنضاعف دائما الجهود في المراحل القادمه
بحول الله وقوته في توسيع وفي تنويع هذه الخدمات كاملة، ونعززها من أجل تعزيز قدرتكم على الصمود، ومن أجل أن تتهيأ لكم شروط العيش الكريم إن شاء الله. هذا هو اللي احنا ما تمليه علينا، القناعة اللي قلت لكم في البداية غير مملي، في نفس الوقت توجب علينا مسؤوليتنا تجاه الوطن وتجاه. وشاكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.